In the name of Allah, the most merciful, the most compassionate, dear second stage students, welcome back to a new edition of your program مدرسة على الهواء. أحبائي طلاب الثانوية العامة, حلقة جديدة من مراجعات الثانوية العامة للغة الإنجليزية. And sure, we have the pleasure to host Mr. Assam Mukhtar, Senior Master at the Ministry of Education. Hi, Mr. Assam. Hi, Mr. Muhammad. تعليلك أول مرة معنا. لا لا لا, بالعكس. أحبائي الطلبة, نستكمل دلوقتي مع بعض أسئلة المراجعة. كان مستر عصام في حلقة فاتت تكلمنا عن situations والmini dialogue والchoices والfind the mistake and so on. هنحاول نخصص الجزء ده دلوقتي للقصة, لأن عندنا كان في اتصالات كتير جدا بتتكلم على الجزئية بتاع القصة بالذات. ولكن خلينا أفكركم إن إحنا يعني عشان بس ما نقطعش, بناء على رغباتكم برضو, مكالمات كتير جدا جت لإدارة القناة إن إحنا يا ريت في الوقت المتبقي ده يكون ما فيش اتصالات, عشان كده إحنا نخليها معلش لغاية آخر ربع ساعة. هنتلقى اتصالاتكم في آخر ربع ساعة. فادونا فرصة بس نشرح اللي عندنا. أنا عندي ترجمة سريعة كانت جاتني في الفصل مستر عصام, هملك الترجمة من أحد الطلاب, كان إداها الأستاذة المخرجة عندنا. بتقولي بقى الترجمة من from English into Arabic, من ترجمة من إنجليزي العربي. بيقولي having a goal written down with a set date for accomplishment gives you a motive to plan and work for it. هقراها مرة تانية. Having a goal written down with a set date for accomplishment gives you a motive to plan and work for it. اتفضل مستر عصام. اوكي, الجملة دي فيها حتة ذكاء لغوي عالي قوي. اتفضل. ليه؟ لان بداية الجملة لما يقول لي هنا having a goal written down with set date for accomplishment, تخيل كل ده فاعل. فاعل للجملة. ده خناقة. ده خناقة مش فاعل. والفعل بتاعه اهو. تعالوا بقى بالراحة كده نتذوق الكلام والصياغة. حلو التذوق دي. having جملة have يحوز او يمتلك او الاخر. امتلاك. امتلاك. لما انا اقول كلمه ان معلش حابب انا التركيب نحط مفيش مشكله, ما لهاش ترجمه, يبقى ان امتلاك. ايوه. في الحاله دي ان امتلاك هدف محدد, كلمه written down هي معناها مصاغ او مكتوب. لكن محدد بوقت للتنفيذ, set date يعني موعد مرتبط بتنفيذه, accomplishment. يعطيك, لان كلمه gives شوفوا جايين فين, فعل جاي متاخر قوي. gives you a motive to plan, يعطيك حافزا أو دافعا. خدوا بالكم, يا ريت نشكلها, احنا بنحب العربي قوي يعني. لكي تخطط وتعمل على انجازه او لتحقيقه. حلو قوي, تعمل على انجازه او تحقيق. برافو عليك. تمام. طيب نقولها وانس مور كده كلها على بعضها. ان توافر او وجود هدف محدد بموعد للانجاز او للتحقيق يعطيك هدفا او حافزا او دافعا لتخطط وتعمل على تحقيقه. تمام, شكرا مستر عصام. ايه لكن دلوقتي كان زي ما كنت انا منوه بتكلم في القصه سريعا. هنشوف عن دلوقتي على الشاشه الاسئله بتاعه القصه. كنا عارفين ذات ذا كويستشن نمبر 7, السؤال السابع. يبقى عندي فيه 9 اسئله بتسع درجات اللي هي اسئله القصه. القصه اكيد احنا درسناها طول السنه, عرضنا كليبس كثيره جدا من الروايه الشهيره او الفيلم الشهير اللي هو ذا بريزن اوف زندا, شفناها مع بعض. والنهارده يعني مسك الختام بقى في القصه كده. هنقول يعني جنرال كويستشنز, لان مستر عصام مشكورا كان راجع معانا قبل كده كل الكوتيشنز الموجوده في المنهج. دلوقتي هتكلم على الاسئله العامه اللي ممكن تلاقيها في السؤال الاول او الثاني او الثالث او الرابع. تمام, نبص كده على اول سؤال. بيقول لي هاو ديد روبرت بروف تو بي ذا موست كريمنال اوف مايكل ذا سيكس مان. هنا فكر كده يا مستر عصام, ديوك مايكل ذا سيكس مان كانوا مين بقى؟ كان 3 روريتانيانز, 3 من روريتانيا, اند 3 فورينرز. تمام. ذا فورينرز وير, الاجانب كانوا مين؟ كانوا ديجوتيت بيرسونن اند ديتشر. الناس مهمه قوي تبقى عارفه على الاقل المسميات بتاعتهم, مش لازم سبيلنج بالضبط ولكن تبقى عارف على الاقل اسمائهم. ديجوتيت بيرسونن اند ديتشر, ذيس ار ذا 3 مارسينرز, المرتزقه, هو ار ذا فورينرز, الاجانب. طيب The three Ruritanians, التلاتة بتاع الروتانيا بقى, لونجرام, كرافشتاين, انجلش كرافشتاين. لو هم بقى عارفين بيتكلموا جيرمن, بيتكلموا الماني, يبقى كرافشتاين. والشخصية التالتة الأسوأ, the most criminal, روبرت. ولاحظوا في فرق بين روبرت
روبرت راسنبل الاول، هنا روبرت هندزو، تمام كده. ده الشخصيه الثالثه. سؤال كده موجه سريع مستر عصام، whom do you think is the most criminal، تفتكر مين الأسوأ؟ the mercenaries are the foreigners or the Ruritanians؟ في رأيك الشخصي؟ في رأيي الشخصي according to the role that had Berlin played the foreigners. The foreigners. Because they were assigned to guard the king and kill him if any is needed. تمام. يعني. On the quite opposite, I have another opinion. أنا في رأيي مختلف. أنا شايف إن هو بيخون برد هو الأسوأ. Ruritanians. التانيين قلت مرسل مرتزقة جايين من برا بيقبضوا فلوس، مش مشكلة، ده شغلهم، جايين من برا، جايين من فرنسا، جايين من بلجيكا، واللي جاي أصلا من إنجلترا عشان يقبضوا فلوس. لكن المشكلة في ابن البلد بقى نفسهم اللي هم the three Ruritanians اللي هم لونجرام وكرافشتاين والشخص الثالث اللي هو روبرت هينزو. الثلاثة نشوفهم اللي هم الأسوأ because they betray their own country، بيخونوا بلدهم and their own king والملك الخاص بيهم. هرجع طبعا الاجابه، لكن خليني افكركم تاني احبائي ان احنا معلش مش هنتلقى اتصالات دلوقتي خالص لغايه يمكن اخر ربع ساعه في الحلقه، على اساس ان احنا ندي اتاحه للوقت، وطبعا ده كله بناء على طلبات اولياء الامور وطلبات احبائنا الطلبه في كل الجمهوريه. السؤال بيقول لي how did Rupert prove to be the most criminal الأسوأ of Michael the Six Men؟ اكيد هتبقى في نقاط محدده بتبين ان روبرت هينزو هو الاكثر شرا. طبعا when he visited Rosendahl in the country house he pretended that he wanted to shake hands with him but suddenly stabbed him in the shoulder with his knife. فاكرين طبعا احنا كان في زيارة، يعني Rosendahl and his group were paid to visit مستر عصام، تم زرتهم مرتين. تمام. The first after their arrival or an hour after their arrival، بعد ساعة من وصولهم. ده احنا نحدد بقى مكان الزيارة كانت فيه. طيب عايزك تقول لي سريعا كده who visited or where did Rosendahl and his group sat Fritz and the 10 brave young men and some other servants where did they stay in Zindazun? Well first they chose to have a close place to be considered a jamjoon، يعني حاجة قريبة قوي. When they attack it from a close distance it was Turlenheim House. Yes. واضح كده it appears from the for the name itself من الاسم نفسه that it relates to a relative of Fritz. Yeah. It may be a relative to Fritz von Turlenheim. أحد أسرة von Turlenheim. طيب. The question is why didn't they go directly to the mansion as it is the most modern well-equipped house in the area. Of course, each part know what they are going to do. طبعا عارفين كل طرف من الأطراف عارفين. They can't go, Rosendahl can't get all those people, this small army of his, and try to stay at the same house that he's going to attack. First and second, Michael would not let him or will not allow him to stay in the mansion. Yeah. Here in the first visit of Rupert. إذا كان سؤالي بقول يا أحبائي مثل أصلا ليه Rosendahl ما راحش للمانشن، لأن بتون براكتس ده الكينج، ليه ما راحش المانشن الأصل ده أهم مكان موجود هناك فرض عيش فيه. مستر عصام مشكورا بيقول لي هاو كام، ازاي يعني هي اند هيز اون ارمي، الجيش بتاعه الصغير اللي عارفين طبعا كان سابتو فريدز ولا 10 رجال دول، هيروح يعيش ازاي؟ يعني there would be no kind of coexistence between the two، في اي تعايش بين الجانبين، الجانب بتاع ديوك مايكل اند هيز ايفل مان ورجال الشريرين والجانب بتاع رودلف راسنل اند هيز جروب. طيب عشان كده they chose the Turlenheim house. Yes. And they had been paid a visit. What was beyond that visit? Yes. اللي كان ورا هذه الزيارة. The first visit to tell them that you are under our eyes. Ah. So Michael sent them Rupert to tell them that the king, the duke is very ill and he can't receive any of them because he is very ill. And it's better to stay away. الرسالة ذكية جدا. Was he really ill? Of course not. Not. But this was some kind of warning message. Appeal. Yes. Yeah, warning. Warning yeah. message. Yeah, not to come near because we are really ready to attack. Okay? وهي موجودة أصلا في آخر جملة. It's better to stay away. تحذير أصلا. خليكم بعيد يعني. تمام. طيب. Then on the second day they had another visit. Yes. Yes. What? Who visited them? The same person, the same messenger. The same, yeah.
ما اقدرش اقول the same why because the first visit was paid by three. Yes. اللي ما كان لونجرام كرافستاين وكان روبرت هينزو. Yes. لكن this one was only by paid by Rupert. Yes, paid by Rupert هينزو. Yes. لما شفنا كده داخل مثل اسام بيقول له راسندال ازاي بقى انت امبارح كنت مهذب جدا النهارده جاي تقول لي راسندال. راسندال got annoyed and told him a quotation. مستر اسام عايز اقول الكوتيشن اللي قال راسندال لروبرت قال له ايه؟ If you don't know how to address the king you it's better for my brother to change the messenger or choose someone else. Great. If you don't know how to address a king I'd ask my brother to find another messenger. لو مش عارف ازاي تخاطب الملك انا هطلب من اخويا يلاقي رسول غيرك. Who said this قلت لنا؟ Razendal. Razendal to Rupert. Rupert Hinzel. Yes. How did he address the king? He didn't address him as respectfully as he is supposed to. Ah. He didn't respect him at all. Yeah. He called him by Razendal. By name, yes. Yes. باسمه. In public. Yes. طيب لما يدهله كده باسمه قل له رازندل. رازندل فور شور بعد ما رد عليه اكيد ان هو جات انويد اتضايق جدا ازاي بتقول لي كده انا هخلي اخويا يدور على حد غيرك او رسول غيرك. لكن طبعا كان واضح ان روبرت هينزو بيقول له يعني why do you go on ليه تستمر يعني impersonating the real king. We all know that you are Razendal. You are a pretended king. لكن رازندل رد عليه وقال له the game is not over or hasn't been over yet and until then it's my own right الحق بتاعي الخاص بيا to choose my name اختار الاسم اللي انا عايزه to be called رازندل to be called so and so اختار الاسم اللي انا عايزه. طب يا ترى ليه في الوقت ده They couldn't say in public that Razendal was not a real king. First, because Razendal was not by himself. Yes. He was accompanied by ten men. Yes. Ten men deep inside their inner self that he is the king. So they can't say he is not or even call him Razendal by name in front of them. ما هدي نقطة لو عايز يقولها له. ما ينفعش تقول لي كده قدام اللي واقفين دول. Yes. الحرس طب احنا عارفين زابتو فريدز دافنين وسعف. Like what about the other 10 people? Yes. Yeah, but so you can't have the liberty to call me Razendal as long as we are not alone. Yes. Oh. And again, they can't say this in public because they had to show that their own guilt. Yes. That Duke Michael and his men kidnapped the real king and killed his servant Joseph. تمام؟ Yes. طيب. يبقى هنا أول خطوة عندي هنلاقي مكتوب عندي على الشاشة when he visited Razendal in the country house. He pretended that he wanted to shake hands with him, stabbed him, طعنه طبعا in the shoulder with his knife. شفنا he was really cunning. كان فعلا ماكر كان شرير. لما رازندل بيقول له او انت ممكن تطلع while you can وانت قادر بقى على رجليك ممكن تخرج. فالتاني يعني اثرها في نفسه وبعد كده قال لك لا يعني he had to take revenge لازم ينتقم بقى. تمام؟ طب ايه الحاجة التانية؟ He was ready to betray Michael and work with his enemies for his own god. الرجل ده كان مستعد ان هو يخون حتى مايكل his master and work with his enemies اشتغل مع الاعداء نصر ان يشتغل مع رازندل for his own good من اجل يعني منفعته الشخصية. Again he killed Duke Michael. شفنا في نهاية الرواية بتاعتنا ان هو موت Duke Michael when Michael tried to stop him from punishing Antoinette de Maupin. لما شفنا هو مايكل كان بيحاول يمنعه انه يعاقب Antoinette de Maupin شفنا ان هو طبعا حصل في some kind of fight and he managed to kill the Duke. استطاع انه يموت Duke Michael. Again he was the only one of the six men who escaped from Razendal. He was the only survivor. هو الناجي الوحيد. The other five got killed. الخمسة الآخرين اللي هم طبعا زي ما قلنا ديجوتيت بيرسنال ديتشارد لونجرام كرافستاين كلهم تم قتلهم طبعا وزي ما شفنا راسندل لوحده موت منهم ثلاثة بالإضافة إلى هالف أو ماكس هولف واثنين كمان من رجال دوك مايكل اللي ما كانواش معروفين بالنسبة لنا في الهانتنج لودج. Another question
Antoinette de Maupin proved to be a kind-hearted and clever woman. أثبتت أنها kind-hearted رقيقة القلب and clever woman مستر عصام. Yes. يا ترى explain or give or state situations that prove اديني مواقف تثبت أني Antoinette de Maupin was really a kind-hearted one. The first thing we knew about Antoinette de Maupin, she was the friend or the close friend to Duke Michael. Yes, she was a guest of and him, of yes. his, yes. That means she is a close friend. Mm-hmm. When she realized that Duke Michael is planning everything which can't be human. He is not the right man. Yes, she decided to do things right. Yeah. How? First, she tried to help Rosendahl. This means that she cannot accept the plan or the plot Michael is doing against his brother. And when she discovered or she knew about or found out his evil deed, yes. his plan, طبعا عارفين الخطة اللي هي killing his brother and marrying the princess and taking the crown. She changed her mind completely. Yes. تماما. She recognized or she realized what kind of person he is. Yes. And so she worked with Rosendahl. Yes. yes. Oh. طيب. ده أول موقف أنت قلت لي عليه إن هي يعني ده يبين إن هي طيبة القلب. Do you have any other yes. situations? The most important thing that when she realized that the king's health is yeah. in danger, she volunteered or she worked with the doctor to help him by herself. Yeah. Of course, she knows that anyone who gets inside the room with the king, he is not going to be out safely. This means that she was the mansion and the castle, right? Yes. Yes. Why? Did she go there, Mr. Assam, willingly or unwillingly? Of course, unwillingly. يعني هي ما راحت هناك يا أحبائي oh. راحت المكان ده أصلا غير راغبة راحت المنطقة بتاع القصر غير راغبة How? زي Duke Michael realized that she helped him helped Rosendahl against him so he had to take her by a trick. Do you have any particular or specific situation that showed that Antoinette de Maupin helped Rosendahl? Yes, first she helped him at the summer house. Yes, يبقى ساعدت رسندل في السمر هاوس. Yes. وطبعاً ده عرفه مين؟ Duke Michael. Duke Michael. Oh. So he tricked her, yes. asked her to go to? To Zinda. To Zinda. As a guest. To keep her as? A guest. Yeah, and he kept her as a prisoner. استحفظ بك أي كسجينة. Of course, yes. طب سؤال مستر عصام, why didn't he kill her? يعني ده سؤال out of the context. Mm. يعني خارج السياق بالنسبة لنا, لكن it might come. Yes, لأن sure. احتمال ممكن يأتي ده ده critical thinking. If she was against him, oh. she was working against, she was helping, she was like a spy, spying on their plans and helping Rosendahl, their enemies. Oh. Why didn't the Duke kill Antoinette de Maupin? Well, we can say that Michael is very clever yeah. and very sly, S-L-Y, maker. Yes. Sure, he is going to kill everyone who knows about the plan, but yeah. not till he gets clear with the real king. He can't kill her or any one of his men. Of course, he is going to kill all of them. But that just after he finishes the whole thing. ما ينفعش يقتل حد دلوقتي ولسه الملك معلق ولسه في رازندل موجود. So, ده يبين في اللتر بتاعها أو لما بعتته مع يوهان قالت له Save me from the house of murderers. That means she saw in their eyes that sooner or later she's going to be killed or murdered. Yeah. Yes. Can we add that all the people, not in Ruritania, but in some other countries like France, knew that she is a guest of the Duke. Of course. And killing her might put the relations between the two countries in a danger condition. Yes. First, we realized that George Featherly himself reported to the ambassador that he Rosendahl was traveling yes. on the same train with Antoinette de Maupin. Uh-uh. And first they realized that the disappearance of Rosendahl. So the chief of police himself went to ask about the truth of this yeah. matter. Suppose we didn't settle this. محلناش الموضوع ده. And comes along the killing of Antoinette de Maupin that will make it worse. Sure. يعني عشان هنخلي على واحد يختفي والتانية ورا منه. They are international personalities. أيوة بالضبط كده. تمام. طيب هنرجع تاني ونثبت بقى ان الكلام ده بشكل مكتوب كان سؤالنا بيقول Antoinette de Maupin proved to be a kind-hearted and a clever woman explain on she helped to take care of تهتم او تعتني بي the king who was very ill and the castle in the castle كان طبعا مريض في القلعة she helped Rosendahl at the summer house في المنزل الصيفي اللي قلنا عليه and told him
about Michael's plan, عن الخطة بتاعت Duke Michael to kill him. Even when she was held a prisoner, حتى لما احتفظنا بها كسجينة أو أسيرة at the mansion في القصر, she managed to send letters, استطاعت تبعت خطابات to Rosendahl with Johan. She didn't approve of, لم توافق على, لم تستحسن فكرة Michael's plans to kill his brother and take the crown, وياخذ التاج. طيب سؤالنا بيقول, Rosendahl proved to be conscientious as a king. Discuss again, Rosendahl proved to be conscientious. ركزوا كده في الكلمة, أخذناها كتير جدا. Conscientious معناه يقظ الضمير, hard working as a king, كمالك بقى. أنا عايزك مستر عصام يعني to tell us in brief the two Rosendahls, the English one and the Ruritanian Rosendahl. Let me congratulate you on this question. Thanks. السؤال ده جاي في الامتحان إن شاء الله. إن شاء الله. حتى نتكلم عن Rosendahl لازم يبقى عندنا ذكاء التعامل مع السؤال. First, you have to tell us a background, a small background about his life, his ordinary life. First, Rosendahl was very lazy. He didn't care about the future. He didn't have any kind of job. And all he seeks was just opportunities for his pleasure and entertainment. But when he traveled to Ruritania and he realized the whole situation, when he realized the gravity of the situation that the king... Gravity هنا خطورة الموقف. هنخليها جاذبية. يعني مش جاذبية. أنا عايز أوضح بس. الجرافيتي خطورة الموقف مش بس معناها جاذبية. تمام. شكرا على المعلومة الأساسية. So when he realized that the king is no longer to attend his coronation, so he accepted to play the role of the king. Later on, when he found the king was kidnapped, he was obliged to continue the play or acting as the king. During this period of adventure, he learned how to run a country. He learned how to be conscientious. Here means he respected his word to that. Yes, right. He told him, I can have the king killed. I can manage for you to be killed. أنا ممكن أخلص منكم كلكم. أرتب لكم. فزاد قالوا إيه؟ Will you do that? قالوا, of course not. هو في الأول قالوا, you can. أنت ممكن تقدر. But would you do that? هتعمل كده؟ ده يبين لنا إن فعلا زاد هنا يعني good judge character. حلو قوي. A good judge character. يقصد إيه بقى؟ يعني بيقدر يحكم على الشخصية. يعني هو في الأول كان مضطر. لكن دلوقتي لا والله ده أنت تنفع. بدليل إنه قالوا إيه؟ If the king is killed, you will be king forever. Yes, great. في حالة إنه لو مات ما أنت قاعد. ما فيش قدامنا غيرك. تمام. طيب نرجع بقى الإجابة دي مكتوبة إن Rosendahl proved to be conscientious as a king. Rosendahl worked hard as a king. He felt that he had many responsibilities. تخيل الشخص ده اللي كان بيقول opportunities are responsibilities to me, أو كان بيقول to me opportunities are responsibilities, بالنسبة لي الفرص هي المسؤوليات. الرجل ده غير رأيه تماما when he went to Ruritania. بيقول he felt that he had many responsibilities, أحس إن عنده مسؤوليات and duties, ومهام. He tried to stop the poor people, أحاول يوقف الفقراء. Thinking badly, إن يفكروا بشكل سيء about their king, عن الملك. وطبعا شفنا من خلال زيارته للأولد بارت اوف تاون. He did his best to show the people that he trusted them. حاول يبين للناس إنه بيثق فيهم. The people of Ruritania felt that he was not a distant king. He was not a king in an ivory tower. لم يكن ملك يعيش في برج عاجي. As he went to the poor area of the city twice. راح يزور المنطقة الفقيرة دي أكتر من مرة. He saved the king and ran the country well. أدار البلد بشكل كويس جدا. Yes. Duke Michael was a cunning and evil man. Give two examples. أكيد القصة كلها بتتكلم على المواقف بتاع Duke Michael الشريرة. لكن هنا عايز two examples. أتقيد باثنين فقط. ديوك مايكل was a cunning man, رجل شرير أو رجل ماكر. تمام؟ زي ما قلنا سلاي من شوية. وعايزين نوصل للكلام ده من خلال موقفين. يعني I'll give you the chance Mr. Assam just to remember or to remind us. أول موقف هنا when he tried to invite his brother before the coronation in 2 days and told him, I know that you like hunting, why don't you come to Zenda and have your pleasure of hunting. You want to say that he asked his brother to go to Zenda just to be away yes from the capital Streltsu,
to be away from the coronation and to be under his control when it comes it comes انا جايب يعني استدرجه ساعه ما اعرف يعني اتصرف معاه it will be easy for him just the king without his guards ده الملك جاي ومعاه اثنين بس so it was the first trick that he played on his brother عشان كده شفنا ايه تلاحظ بقى في الجمله كده في السياق كان 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 الملك نفسه الملك the real king كان بيقول this is the place that my brother is using for hunting ده المكان اللي اخويا بيستخدمه للصيد ما كانش يعرف بالصيد ليه بقى لان كلمه hunt مش بس hunting animals ممكن hunting people طبعا اصطياد البشر فيعني هنا كان بعده 80 kilometers away from the capital city 80 كيلو عن العاصمة just to hunt him كان بيصطاده ان هو يبعده عن حفل التتويج يعني he wanted to make people say that this is not a responsible king حبي يشوه صورته قدامهم or to draw a bad image of the king in front of his people عشان كده حاول يخليه راجل مستهتر ان هو طبعا يخليه بقى ان هو ياكل كيكس real text ان هو to have some drink ده بيخليه طبعا ان هو غير قادر to attend a coronation and this was a very important event for the country and for the king himself لكن طبعا neglecting all this and being just interested in your own hobbies and interests leaving away all the country waiting and especially the army this is some kind of madness yes. right mm-hmm. yes طيب نشوف بقى ده كان موقف what mm-hmm. else do you think the summer house yes the summer house he, when he realized that his plot was not a success he tried to make another plot how he wrote he made Antoinette try the litter to drag Rosendale to the summer house then it will be easy to get rid of him Yeah. And then we are going to throw his body in the old part and الموضوع كده بقى خلص. So really I appreciate I myself appreciate your answer Mr. Assam. You know انت قلت لي الحاجات اللي فيها فعلا cunning فيها tricks ان هو خدعته او الخدعه اللي عملها او اللعبه اللي عملها على اخوه انه ياخده هناك ونفس المنطق برضه لما ضحك على مين على انت المبقى وياخدها برضه يخليها تعيش فين في المانشن عشان تبقى بعيده عن اتصالها بمين برازندل We stop helping him. Yes. تمام. هنشوف الحكاية مكتوبة. Michael was a very cunning and evil man. He wanted to kill his brother to take the crown. So he held the past من كلمة hold أحبائي held him a prisoner. احتفظ بيه كسجين in the castle في القلعة. When Rosendale took the place of the king, he planned to kill him and take his body. To the old town where it would be found. Fritz and Sapt would be arrested for murdering Rosendale, طبعا اللي هو the king. لاحظنا كده في الكلام تاني؟ When Rosendale took the place of the king, لما Rosendale أحل أو impersonated the king, أحل محله, Duke Michael planned to kill him, خطط ان هو يقتله. And take his body, شفتوا بقى الخدعة ازاي؟ ياخد الجثة بتاعته يوديها to the old part. Of town, الجزء القديم في المدينة. Where it would be found, هنلاقي الجثة طبعاً. ومين المسؤول بقى؟ البودي جاردز، الحرس الشخصي بتوعه اللي هم فريدز ومين؟ وساب. They would be arrested, هيتم القبض عليهم for murdering the king. اغتيالهم للملك، إذا كانوا هم موتوه أو سمحوا له إنه يمشي لوحده طبعاً بدون حراسة ويتم اغتياله. وطبعاً كده يبقى ضرب عصفورين يا مستر عصام أو عصافير كثيرة بحجر واحد. بخلص بقى من مين؟ من رازندل قدام مين؟ قدام الشعب هو الملك والملك مات. شفور شور هي would send a messenger يبعت رسول سريعا لزندا to kill the real king يموت الملك الحقيقي وفي نفس الوقت يموت سابت وفريدز ان هم مسؤولين عن حماية الملك دول فرطوا في حمايته ويبقى كده بالنسبة له ملك ومن غير تعب بقى والشعب كله خلاص يعني يثق فيه. تمام. تمام؟ طيب. Again he held Antoinette a prisoner in the mansion to stop her from helping Rosendale. He made a clever plan to defend the castle if it was attacked. القلعة بتاعتنا was well built, مبنية بشكل كويس, highly protected, محمية بشكل عالي جدا, surrounded by a moat, يعني محاطة بخندق مائي,
can't be reached مش ممكن نوصل لها unless we use a drawbridge الكوبري المتحرك اللي هو between طبعا the castle itself and the mansion. He made a clever plan to defend the castle if it was attacked. Rupert Hensel didn't understand that. Rosendahl was not as wicked as him. Explain. Or in other way, Robert Hensel misjudged Rosendahl's character. Illustrate. Robert Hensel, يا جماعة, ما تفهمش موقف Rosendahl أبدا. دايما حطت في دماغه أو في اعتباره أن Rosendahl being like an identical twin to the king, ان هو يكون شبه الملك بالضبط, فده مخليه يعني او روبرت هينزو شايف ان يمكن رازندل بيفكر ان هو لا ده بيستغل التشابه بينه او الريزمبلانس بتوين هيم اند ذا كينج عشان تو تيك هيز بليس, ان ياخد مكانه. مش متوقع ابدا. وطبعا هي فعلا يعني اي ماي سيلف فايند ذات روبرت هينزو was right to some extent. عنده حق, لأني imagine a man from outside the country, a foreigner, to come to the country to endanger his life, يعرض حياته للخطر, to defend a king he has just met him once, قبله مرة واحدة. يعني this is something unbelievable. I think he was quite right according to his own standards. هنا مهم جدا. يعني لمعياره, his criteria, لمعياره هو جدا. يبقى فعلا لاني طب what sort of man was he, Mr. Usam? The most simple thing or the simplest thing I can say that he is a self-seeker person. Self-seeker person who was looking for his own good. Yes. He plays the role of anyone who pays him. Or he guarantees the winning at the end. يعني الفكرة من يدفع أكثر, who pays more. تمام. عشان كده شفنا طب معلش في موقف احكوه لنا انت بقى, ده بيبين الكلام ده. اتفضل. هو في موقف جميل قوي, بدايه الجمله بيقول له ايه اللي هي ذا سكند فيزيت. بيقول لرازندل ايه, ذا ديوك اوفرز يو مور ذان اي وود. بيبين هنا ان الدوق بعت لك اكتر من اللي انت تستحقه. ده طماع بقى يعني. يعني بعت له في نفس الوقت بيقول له لا انا عن نفسي ما كنتش هعمل كده. تمام. فبيبين هنا ان فعلا الراجل ده ممكن يتصرف في امور لدرجه ان ليتر اون فيما بعد اول ما قابله كده بلو, why don't you attack the castle at the time I tell you about? لما رازندل بيقول له في الاول help me, help the king. You are still young. انت ما زلت صغير. ليه بتعمل الكلام ده كله؟ Why do you do this? Try to help the king and I'll help you. ساعد الملك وهساعدك. What was his reply? تخيل بقى يعني اللي بيتكلم قدامك ده توفيق الدين. ما انا بحاول اتخيل. فيقول له ايه, why don't you attack the castle at the time I tell you? I can have the king and Duke Michael killed. And of course, during the fight, your friends outside will be killed. Only you and me will stay alive. You will be king as you are, and of course, I will be rewarded. شوف بقى الاتفاقية, الباكج اللي عملها. اهجم وهخلص لك على اللي جوه وخلي اللي بره اكيد لا during the fight. انت خلص اصحابك. اكيد هيخلصوا بره. يبقى ما فضلش انا وانت. You are going to be king. انت ملك. انت زي ما انت. وفي الاخر ادي الالتزام بقى. Stipulation هنا, الشرط اللي هو حاططه. Condition A, of course I will be rewarded. واكيد انت مش هتنساني, يبقى انا هتكافئ. ده واحد باين قوي مصلحته فين. What kind of reward do you expect he was waiting or was hoping for? Of course he was focusing on all Michael's mansions and estate. يعني كان عايز الضيعه بتاعت يعني كل ما كان يملك مين. مايكل ديوك مايكل. يعني he would be a duke himself. يبقى sure. Duke Rupert Hensel. Right? تمام. وياخد كمان منطقه ايه, زندا والمانشن والقلعه وكل شيء. تمام. I think it would be a good deal. Yes. But do you think we already knew that Rosendahl didn't accept. And this showed that the main or the great difference between the two characters. Yes, the origin of Rosendahl. He respects his word. انت قلت دلوقتي original Rosendahl. Yes. ليه قلنا original Rosendahl؟ Original Rosendahl مش Rosendahl lazy. We are talking about the man who belongs to a rich family and a noble one. His brother is a lord. أيوة. So this is the nobility in his family. The أيوة. Noble بقى دي الأخلاق. ده هو بيشتغلش لكن هو بيتعامل مع الناس باحترام. Who finds himself in yes. a position that needs responsibilities,
he must do his duties. Yes. تمام؟ Yes, that's it. طيب هنا نرجع تاني إن روبرت هينز misjudged فكروا على شاكلته فكروا زيه فأساء الحكم على شخصية روزنبل إزاي؟ illustrate من خلال كل الكلام ده in brief كده. Yes, he thought that Rosendahl is enjoying the post or the position of the king, so he thought he might tell him about his plan, how to get rid of all the people around who knows about the story, and then he can stay king as he is. Will have a higher rank in the. الإجابة مكتوبة. Rupert Hinds believed that Rosendahl wanted to stay as king. فاكر طبعاً إن Rosendahl بيفكر إنه يبقى كملك. So he asked him to attack the castle bravely. قال له هاجم القلعة بشكل كده في شجاعة with the help of Rupert. But طبعاً وقال له ساعدك. But the real king, Michael, Sav and Fritz must all die. لكن خلي بالك أنا هموت لك الملك وديوك مايكل وانت عليك بقى تخلص من أصدقائك انهم زابت وفريدز وهيتبقى زي ما قلنا two of us اتنين مننا اللي هم you as king انت كملك and I to be rewarded وانا يتم مكافئتي. Yes. Rosendahl could stay as king and reward Rupert. He didn't understand that. ما كانش متفاهم ابدا ان Rosendahl was pretending to be king for the good of Ruritania and its own king. ما كانش فاهم ابدا ان Rosendahl بيعرض حياته للخطر من اجل مصلحه الشعب بتاع Ruritania ومن اجل مصلحه الملك and his kingdom والمملكه بتاعته. Michael's men were completely different from the real king's men. Explain. رجال ديوك مايكل مختلفين تماما عن رجال الملك. لو حبينا نقول يا مستر عصام في اجابه في نقاط يا ترى هنقول مين رجال ديوك مايكل وكان شغلهم الشغل ايه ومين رجال الملك وشغلهم الشغل ايه ببساطه جدا ببساطه جدا هنمسك مايكل الاول ايوه ليه لانه بيتكلم على كيلرز مرسنريز they were just only loyal to him yes for the money they get from so they left the whole thing called justice upon the earth or justice upon Ruritania ما هم همش العداله والحكم والكلام ده yeah. لكن on the other side we can call the word or we can discuss the word the same loyalty loyalty هي نفس الإخلاص بس هنا بنتكلم على إيه the people or the king's men Fritz and Zapt they really like the king they really are fond of him and this is his right to be king so it's a matter of loyalty ده مجرد أمر في إخلاص للملك أو لرئيس الدولة هنا فطبيعي this is the king we should work for him this is our duty ده دورهم دول رجال جيش فلازم يبقوا عاملين حسابهم ان هم يحافظوا على الملك ويحافظوا على السلطه لكن we are talking about Duke Michael's men they are working for their own interests they are going to benefit from what they are doing for Duke Michael great الاجابه عندي بتقول Michael's men were evil and wicked they would kill anyone to carry out their evil plans مستعدين ان هم يموتوا اي شخص to carry out في سبيل ان هم ينفذوا خططهم الشريره They helped Duke Michael by kidnapping the real king. طبعاً ساعدوا Duke Michael لما خطفوا الملك الحقيقي and killing Joseph, his servant. And they followed Rosendahl to try to kill him all the time. They were following him. وده خلى طبعاً زعبت to ask some other six to protect Rosendahl from the Duke's men. They were not completely loyal to Michael. ما كانش مخلصين قوي. As Rupert betrayed Michael. السبب ان شفنا ان Rupert betrayed اخان طبعا او خان مايكل and killed him in the end وقتله طبعا في النهاية and was ready to cooperate with his enemies on him. كان مستعد يتعاون مع اعدائه انا قصدي طبعا يتعاون مع Rosendahl والمجموعة بتاعته عليه طبعا على ديوك مايكل. Were good and loyal. على النقيض بقى طبعا on the quite opposite. The real king's men, رجال الملك, were good and loyal to him, such as Zapt, Strakentsch, and the 10 brave strong men. والرجال العشرة كمان. Strakentsch حبيت المارشال. They did their best. بذلوا ما في وسعهم to protect their country. يحموا بلدهم الأول. And stop Michael from killing the king. أوقفوا طبعا الخطة بتاعت مايكل في تنفيذ
يعني ما أراد أنه يقتل الملك and taking the crown. King Rudolf of Burg and Rosendal both underwent a major personality change. سؤال مهم جدا وانت لسه يمكن مستر عصام نوهتنا على راسندل. السؤال مرة تانية هنشوف مكتوب اهو تاني قدام ظهر قدامي. King Rudolf of Burg and Rudolf Rosendal الاثنين رودولف يبقى both Rudolfs كلا الرودولفين مالهم؟ underwent انا عندي الفيرب احبائي undergo underwent undergone زي ما كلمه go went gone يبقى undergo underwent undergone معناها يمر بي. الاثنين شهدا a major personality change شهدوا تغير كبير جدا في الشخصيه. واضح كده ان احنا لازم مستر عصام نتكلم على الشخصيه. مثلا قلت الملك كان ايه وبقى ايه واكيد الملك تغير مش من تلقاء نفسه اوف كورس بكل ما عمله رازندل من ان هو يغير من صورته على الاقل في راي الشعب بتاعه. اوف كورس يس. رازندل نفسه كان ايه لما كان في انجلترا وخلافاته مع روز وطبعا لما انتقل للروتينيا ولقى نفسه in a position in a real position في منصب حقيقي. He was to that position يعني كان قد المسؤوليه هذه المسؤوليه يس. طيب نتفضل ممكن نقول ايه بقى في الموقف زي كده؟ يعني ابسط حاجه لما نيجي نتكلم على الملك the king was very simple man. He was only fond of good food. Yes. Just using his word or he using interested spending in his good time. Good food and hunting. Yes. Yes. Spending his time traveling around. Even the public, the people of his country, didn't know his face. Yes. Didn't know what he looks like. At the same time or at the same level, we see that Rosendal, at the same age, حتى الاثنين سنهم زي بعض. تمام. نتكلم هنا. He is very lazy. He doesn't work. He doesn't even have the courage or the motive, دافع أو الحافز to find work. Why? He thinks that he is rich. He doesn't need to have a job. But of course, both went or undergo or underwent, which told him or told them both how to be different or how to be man up to the position they are entitled yes. to. Great. اوكي يا مستر عصام عموما دي اجابه رائعه ونتمنى طبعا الاستاذ مستر عصام تلاقي اني طبعا متوقع يكون عنده في السؤال الاول لغايه السؤال الرابع حاجات زي كده. طيب زي بيفكر عموما احنا نطلع لفاصل قصير واكيد نكمل اسئله القصه اكيد حبايبي الى فاصل قصير. Don't go anywhere, wait for us and we'll come back soon ان شاء الله. درس الناس ويلكم باك ورجعنا مره ثانيه وبنكمل مع بعض الاسئله بتاعتنا. خلينا بس نفكركم دلوقتي احنا خلاص we are ready to receive our own phone calls مستعدين دلوقتي نتلقى كل اتصالاتكم عشان محدش بس يقول لنا ان احنا عندي ايه سؤال وما لحقتش اقول لا. اكيد احنا بنحاول يعني نكون متوازنين عشان ندي نفسنا فرصه ان احنا نديكم اكبر كم من المعلومات وبرده في نفس الوقت نتلقى اسئلتكم اللي تكون الحاجه اللي محيراكم شويه. يعني يا راكب بس لو عندي سؤال من الفيوم عندي اميره. ازيك يا اميره؟ هلو هلو هاو ار يو؟ هاي ام فاين. هلو مستر. رمضان كريم. الله اكرم. الله اكرم. اتفضلي يا اميره قولي سؤالك. انا كان عندي مشكله يا مستر في الاستنتاج. ديدكشن. اه تمام. طيب ذات اول يعني هل ده كل الموضوع؟ ايوه. طيب كنت عايزه اعرف معنى كلمه الديانات السماويه يعني ايه. تمام. طيب لو في حاجه ثانيه مره قولي يبقى ديدكشن وديانات سماويه. ها شكرا بس. طيب تابعيني يا اميره من التلفزيون. نكتب مثلا some heavenly religions أو divine religions أو divine divine religions اللي هي ديانات سماوية. نكتب بس عشان تبان على الشاشة حالا دلوقتي قدامنا هي يس حالا دلوقتي تبان الترجمة يا جماعة اللي هي كلمة ديانات سماوية. heaven السماء فلما heavenly religions ديانات سماوية أو كلمة divine religions اللي هي ديانات سماوية. طيب لو جينا قلنا كمان الديدكشن مستر عصام نشوف الديدكشن مع بعض. هو درجته بسيطه جدا تمام. يعني الفارق ما بينهم احنا اولا بنستعمل التركيبات دي must be must have ويجي وراها تصريف ثالث. اولا الدرجه دي درجه ايه؟ احنا بنسميها كده النير سيرتينتي اللي هي شبه التاكد او الترجيح زي ما بنقول هنا. لما اقول لحد طبعا هو السؤال كان اميره مش كده؟ لا اميره متابعانا بس يا اميره الجمله كده لما اقول هنا اميره gets top marks بتحصل اميره على الدرجات العاليه راح انا قايل لك دي لازم شاطره دي اكيد شاطره
في الحاله دي هقول هنا she must be clever، هي اكيد ماهره او ذكيه. خدتوا بالكم من قصه must be؟ خدوا بالكم ان الاثنين دول معناهم واحد، must be must be. الفارق ان هنا بنتكلم على الريفرنس، يعني الزمن يا اميره هنا تحديدا للجميع مش اميره وبس، gets هنا دي ريفرنس بتاع present simple. فاحنا دايما بنشتغل على must be لان الزمن بتاع الجمله ما زال مضارع بسيط او present reference. لو انا غيرت الجمله يا اميره وقلت جمله تانية، she didn't catch the bus، ما لحقتش تلحق بالاوتوبيس، قصه must be بره الموضوع خالص. مش هنتكلم فيها خالص لان احنا بنتكلم didn't catch، هي بمعنى ما لحقتش الباص، يبقى من المؤكد او من شبه المؤكد او المرجح انها صحيت متاخر. يبقى في الحاله دي هقول هنا she must have got up late. نبص مع بعض كده نشوف هو ايه السبب اللي خلاني رحت لناحيه must have got up late. هو كاتب لي الحقيقه في الاول، هي الحقيقه ان هي didn't catch، كان معاها قطر او اتوبيس وما لحقتوش. ايه السبب اللي خلاها بقى ما تلحقوش؟ الشيء المرجح او سبب رئيسي او مؤثر قوي في عمليه عدم لحقانها بالاوتوبيس، انها she must have got up. او اغير يا مستر محمد، ممكن اقول هنا she can't have got up early، معناها هي من المستحيل انها تكون صحيت مبكرا. الجملتين دولت ولاد اخوات بعض زي ما بيقولوا، او ولاد عم. حته المعنى المثبت والمعنى المنفي هما الاثنين درجه واحده، must have got up زي can't have got up، والاثنين بيخدموا على نفس الجمله، بس واحده بقى معناها هنا الرئيسي. بيقول هنا هي مؤكد انها تكون صحت متاخر، هنا استحاله تكون صحت بدري. القصه بتاعت must وجاي وراها ايه هيفرق كتير يا اميره حسب معنى الجمله. جمله ثانيه، جمله ثانيه عشان تبقى اكتر. طيب انا بس عندي شيماء، يعني ممكن اشارك معاك شيماء من اسوان. ازيك يا شيماء؟ ازي حضرتك يا مستر؟ عامل ايه؟ عامله ايه؟ تمام الحمد لله. تمام يا حبيبي. شيماء، انت متابعه الموضوع بتاع الديدكشن؟ متابعه. عارفه ان ممكن ده يجي في سيتويشن، مش بس في الجرامر، مش بس يعني في الفانز ميستيك او تشوز، ممكن يجي يقول لي ايه، يقول لي ميك ديدكشن، يعني اديني جمله ميك ديدكشن، او يقول لي ديديوس كفيرب دي اي دي يو سي اي، ميك ديدكشن او ديديوس. يبقى مش بس ممكن تيجي بشكل جرامر، لا تيجي كمان في سيتويشنز. انا هديك مثال بسيط، مثلا لو قلت لك ذا سويس كانال اور ذا نيو سويس كانال. ايه مستر معلش ثاني، نكتبها مستر ناقد دوت. انا خلصت الجمله دي، هنكتب كده مثلا. لحظه كده يا شيماء معايا، ذا نيو سويس كانال، ذا نيو سويس كانال، سويس كانال مثلا توك ا يير to be dug. ده موقف، يا ترى ممكن نعمل الديدكشن ايه؟ ودي مفتوحه اهو. السؤال هنا هيقول لي ديديوس. يس ديديوس، او ميك ديدكشن. الجمله ظاهره قدامك على الشاشه يا شيماء، بنقول بتقول the new Suez canal took a year to dug او to be dug، عشان تحفر. ديديوس او ميك ديدكشن معايا؟ ايوه. It must be a good، it must be a great project، او a good project. انا مش واخد بالي الكلمه الاخيره، بس اصلا هي قالت نفس الكلام، great project، عدلت الكلام. must be a great project، must be a massive project، لابد من مشروع عملاق، مشروع عظيم. تمام. طيب لو جينا قلنا بالمره تاكيدا، لو قلنا مثلا millions of commuters، عارفه كلمه كمبيوتر؟ كمبيوترز اللي هم مكان لمكان، اللي بيسافروا عشان يشتغلوا في مكان وهم ساكنين في مكان تاني. يس، millions of commuters مثلا تيك ذا underground daily، ملايين من الناس بياخدوا المترو يوميا. ابدأ استنتجي جمل، هتقولي مثلا المترو بالتاكيد وفر لهم فلوس او خلى السفر في القاهره اسهل. ها بالظبط، يبقى قولي كده it must be an easy transport means،
كويس. It must be an easy transport means. يعني وسيلة مواصلات سهلة. أو it must have made مثلا traveling around Cairo easier. خلى التنقل في القاهرة أسهل. It must have saved people a lot of money. لازم وفر للناس فلوس كتير. It can't have wasted people's time. مش ممكن يكون ضيع وقت الناس. وهكذا. طيب. معلش احنا كنا بس بنأكد يا شيماء على سؤال زميلتك أميرة في موضوع الديدكشن. أتمنى يكون استوعبته كل. دلوقتي سؤالك أنت يا شيماء. اتفضلي. كنت عايزة أعرف إيه معنى يسحن موبايل يعني لو جينا في السبيكر. لا مش سامع. إيه اللي يشحن موبايل لو جه في السبيكر يعني؟ آه. اكيد موبايل شوب. لا هي هي قصدها احنا خدنا قبل كده كان في من ده اللي مستر عصام احنا اتكلمنا عليه قبل كده اللي هو كان توب اب قصدها على الشحن ان انا يعني اشحن بكارت الشحن نفسه. تمام. كان المكان اصلا يا شيماء توب بي وبعد كده كلمه اب توب اب يشحن. كان حد بيقول له اي وانا توب اب ذس موبايل او اي وانا توب اب وسابها فالتاني قال له which تقريبا which net which card are you interested in انه كارت انت مهتم بيه يعني فئه كام يعني فقال له 25 باوندز كان هنا المكان يبقى توب اب اتفقنا اللي هو الشحن الموبايل هيبقى اكيد هيتم في الموبايل شوب وصلت تمام تمام ايه تاني لو كنت عايز اعرف كنت تعبانه بس يومين فمعرفش اذاكر الانجليش كده تمام فمش عارفه اعلمك حد ازاي يعني طيب هو النهارده كمان حلقاتنا كلها تعاد برضو من 12 بالليل ان شاء الله تاني يعني النهارده عندك 6 ساعات ممكن تراجع فيهم كم كبير جدا معايا اللي اقدر اقول لك عليه برضو انك انت تشيك بوك بتاعك وركزي على الست امتحانات البراكتس تيست والست ريفيو تمام مع حل اسئله كتاب المدرسه في القصه اتفقنا تمام يا شيماء شكرا العفو يا شيماء شرفتنا طبعا باتصالك ونرجع تاني يا مستر عصام ونتكلم على القصه كنت بقول if Rosendahl hadn't had principles what would he have done if Rosendahl ده سؤال اللي احنا بنسميه طبعا critical thinking بقى او اللي بيقولوا على 30% بقى اللي هو المهارات والتفكير يعني if Rosendahl hadn't had principles لو ما كانش عنده اي مبادئ what would he have done يا ترى كان ممكن يعمل ايه I think if he didn't have any kind or if he hadn't had any kind of principles, he might have taken advantage of the whole situation and kept the position of king for himself. حلو قوي اختصرت الحوار بس انا عاجبني قوي اختيارك لي kind of if طيب اختيارك لنوع if قلت ايه if he didn't اكدت لا if he hadn't had لان الحاله طبعا هنا ينطبق على الكلام ده كله هي الحاله الثالثه فقط لان الموضوع خلص الحاجه حصلت تمام يبقى في hadn't had That kind of principles. لو ما كانش عنده مبادئ دي أصلاً, he would have taken all the advantage of the situation. طبعاً ياخد كل الموقف ليه هو شخصياً. استغل الفرصة. He would keep himself as king. يخلي نفسه كملك. Would get rid of. I would have got rid of the king, the duke, and his men. طبعاً. أنا بتكلم على الجانبين رجال الملك ومزاب توفريد ورجال ديوك مايكل كمان وماري فليفيا وهي طبعا ما تعرفش تمام اكيد يس yes. الكلام ده بشكل مكتوب هي وودنت هاف ترايد تو سيف ذا ريل كينج ما كانش حاول ينقذ الملك هي وود هاف فولود روبرتس بلان كان هيتبع الخطه بتاعت روبرت تو كيل ذا كينج مايكل سابت اند فريدز از تو ستي كينج فور ايفر طيب ايه رايك يا مستر عصام عندي اتصال من القاهره رماح زيك ايوه ازي حضرتك عامل ايه اخبارك تمام الحمد لله يا ترى رماح صح المفرد ايه المفرد رمح رمح صح كده رمح رماح طب كلمه رمح ان انجلش بتنطق ممكن بس اسال حاجه في السبيكر طب ما انا عايز برضو انجلش دلوقتي هترجم طيب يا ترى رمح يعني ايه يا مستر عصام سبير تمام كده اس بي اي ار اس بي اي ار طبعا ما ترجمش الاسم احنا بس بنقول يعني بنفكر بس كده جاست يعني بنسلى صيامنا تمام اتفضلي يا رماح اتفضلي يا بابا الاسم بتاعك هو يا رماح عشان تبقى عارفاه من الاول سؤال هو بيقول اي وانت تو جيت ذا شيب طب ده بالنسبه لنا ده كوتيشن ولا ايه بالظبط سبيكرز اتفضلي اي وانت تو بيقول اي وانت تو جيت ان ذا شيب I wanna get onto the ship.
In the ship. دي بيقول you should follow our exercise training course. اه استني بقى يبقى ان شيب ان شيب نافع يا مستر عصام ما ينفعش اقول جيت ان وشيب ان شيب انا قلت لك جيت اون تو ذا شيب يعني اطلع السفينه يبقى او اون بورد ذا شيب لكن طبعا لما قلت بقى الجمله الثانيه واضح ان قصدك تو جيت ان شيب اس اتش اي بي اي يعني اكون ايوه لائق بشكل يعني شكل كده فيت او عندي فيتنس يعني يس اتفضلي ايوه انا عايز اعرف الموضوع ده فين يس لما اقول هنا اي لايك تو جيت ان شيب انا عايز من الاخر كده عايز اخس عايز احافظ على حاجه زي كده في فعلا يو شود فولو اور اكسرسايز او تريننج بروجرام انت لازم تتبع البرنامج بتاع التدريب بتاعنا وكده واضح قوي ان احنا بنتكلم على هيلث كلاب يعني نادي خاص بالتخسيس والصحه وكده ممكن اقول كلاب من غير هيلث اللي بيتكلم في الاول هنا ممكن اقول هنا ابليكانت متقدم لبرنامج تخسيس والتاني اللي هو بي هيبقى الترينر نكتب هنا واحدة واحدة احنا بس بنوضح لها الامور بالراحة يا ترى البليس في الاول هنقول هنا health club speaker A هيبقى applicant ما نقدرش اقول عليه ان هو عضو في النادي لسه ده هو لسه جاي يتكلم يعني. وهنا هيبقى trainer او specialist او specialist تمام طلعها فوق سنة كده yes. specialist لو انا هتكلم بقى على الاي هنا ممكن اقول complaining او asking for solution بيدور على حل يعني التاني هنا you should follow يبقى giving instruction او giving advice جات ات رماح في 1-8 هاي برضو speakers yes speaker اتفضل بس بس congratulations may your first child be a boy thanks it's been a great honor for us that you have attended May congratulations. أيوة. May your first child be a boy. First. عارفة معنى الكلام ده إيش؟ Child. أيوة بس أنا مش عارفة المكان فين. لا أنا بس يعني. دكتور النساء يعني إيه دي بالنسبة لنا a good wish يعني أمنية كويسة بتمنى الشخص كده بقول له يعني ربنا يرزقك بالولد يعني تمام. أوكي. بي بقى. هو المفروض المكان طب بيه الأول بيه طيب it's been a great honor for us it's been that you have attended it has been great honor for us that you have attended تمام هو البليس هوم البليس هوم طب استنى يعني احنا نوضح الاول المخطوب بيقول ايه اسمع مستر عصام يقول لك ايه اتفضل طبعا انا لما اقول هنا كونجراتوليشنز هنا معناها الف مبروك مي يور فيرست تشايلد بي ا بيبي او بوي عفوا يا ريت او اتمنى ان يكون اول طفل ليك يكون صبي يعني احنا دلوقتي قبل حاله الولاده بشويه يعني الف مبروك يعني اتس بين ا جريت اونر فور اس ذات يو هاف اتندد ده يعتبر شرف كبير ان حضرتك يعني ذا فادر لا استنى استنى مش فادر ده غير احنا عايزين بس المكان المكان الاول واحده واحده يا رماح لازم تبقي فاهمه هو انت عارفين عاملين فرح في البيت ماشي زي بعض يعني هو ممكن لما حد يقول الف مبروك انا سمعت ان حد عندكم حامل وكده اتمنى لا هو ده بس اصلا احنا بنقولها دايما بص يا رماح كده بنقولها دايما في الويدنج بنقول ايه بالرفاء والبنين فاهمه قصدي حبيبتي بص يا بابا كده بنيجي نقول ايه لما اجي اقول كونجراتوليشنز انا بهنيهم طبعا يا ترى بهني على البريجننسي اللي هو الحامل نفسه والتاني بتقول لي وبتقول لي مثلا شكرا على حضورك هو احنا لما حد يبقى عندنا حامل ناس تيجي يعني نعمل حفله لا الواضح كده ده في حفل الزواج يعني في الويدنج داي ويدنج داي او ويدنج سيرموني حفل الزفاف فواضح كده ان ايه ان انا رحت مثلا او رماح راحت تبارك مثلا لحد من صحبتها تمام اللي هم الاكبر شويه اللي هم بيتجوزوا فبتقول لها ايه بتقول لها مبروك اتمنى ان يكون اول طفل ان شاء الله ولد رغم البنوته بالتاكيد افضل بكتير يعني تمام فطبعا طبعا انا بستند للنص القراني تمام كده وليس ذكرك ايه وليس ذكرك الانثى تمام طيب تمام طيب لما تيجي تقول لها ايه تقول لها طبعا شكرا على حضورك الحفل الزفاف تمام يبقى المكان ويدنج سيرموني هيكتبها مستر عصام مشكورا ويبقى الشخص الاول طبعا اللي هو ده بيهنئ او الشخص اللي حاضر ده
هيبقى جيست ضيف واصله جيست تمام. ممكن تمام. طبعا تكوني بتكلمي برايد العروسه تمام. طب ما هو مش ممكن طيب ان هو مثلا دكتور والفازر يعني كده يعني. طب لو انا الدكتور ده حضر فين ان شاء الله؟ اه ما انا بقول شكرا على حضورك. حضر فين ده؟ احنا رحنا للدكتور. مش ممكن يبقى حضر البيت؟ الله إذا كان دكتور جاي يشرفنا أهلا وسهلا بيه. هو هي يمكن رماح بتستند لإيه؟ للأعراف الأوروبية عموما. هم الأوروبيين كده يعني. معلش تتابع معنا التلفزيون. طيب. هو دلوقتي فعلا الأجانب بره لما بيقولوا كده may your first child be a boy دي في الغالب لما بنقولها we are expecting a baby يعني دايما يقول لك احنا على وشك she is pregnant she is going to have a baby. فدايما الناس تقولوا ايه اتمنى لك انه يبقى اول ولد. حتى بره يعني بيحبوا الصبيان اكتر يعني. مش معنى كده ان انا العكس مستر محمد يعني. هما الاثنين زي بعض. المهم تقريبا الايه دي ايه المواريث على فكره. عشان يقول لك ده بياخد اثنين مش هي واحده. المهم فالقصه هنا يمكن رماح مختلفه معانا في زاويه ومصممه على الناحيه دي. اوكي اللي انت متخيلاه صح حتى بنشوفه في الافلام. لكن احنا عشان نقرب الفكره شويه هنفترض ان هي فعلا حفله زفاف. طبعا الناس جايه تحضر وتبارك وكده. فدايما بنقول له جمله كده ايه عقبال بكاري. بالبلدي او بالعربي بتاعنا. هي دي معناها قريبه من كده. يبقى احنا في فرح مثلا ويدنج سيرموني او ويدنج كلاب او فيستيفيتي كلاب او فيستيفيتي بليس مكان خاص بالاحتفالات او قاعه ويدنج هول. كل ده شغال معانا يا رماح. اتمنى تكوني متابعانا لسه. اللي بيتكلم في الاول ده مبروك ده هيبقى جيست ده ضيف ضيف داخل بألف مبروك يا جماعه وكده. مين اللي بقى هيستقبله؟ اكيد الهوست. عايزه بقى تخليها بقى مامه العروسه. احنا قلنا البرايد على طول نبارك العروسه على طول برايد. يعني مش هقول مش هكلم البرايد جروم اللي هو العريس. تمام. قلنا برايد هو مش فاضي العريس في يس. طيب نرجع لسؤال كمان يا مستر عصام. بيقول لي while Rosendahl and his men were staying at Turnheim Rupert Hinzo came twice give reasons. اظن احنا جاوبناه بالفعل. لا جيت قلنا ان Rosendahl لما كان موجود مع رجاله في Turnheim House روبرت هينزو كيم توايس جه مرتين. طبعا قلنا المره الاولى اتاسف له عشان ديوك مايكل ما كانش في استقباله في المانشن. والمره الثانيه كان بيكلمه على اساس ان هو جاب له عرض. تمام كده. طيب عندنا كمان علي من الجيزه. ازيك يا علي؟ ازي حضرتك يا مستر؟ الله يسلمك. اخبارك؟ الحمد لله. عندك اسئله يا علي؟ عندي سؤال فايند وسؤال تشوز. اتفضل. فايند ذا ميستيك. يلا سؤال الفاينز بيقول I bought the flower. I bought. Bought يلا. Bought the flower. تمام. Among. Among the pages of the book. The pages. The pages of the book I had read. Yes, the pages of the book I had read. Yes. بس تمام. خلاص. Of the book. Yes. عندك كلمة أمان. دي الجملة نحلها زي ما هيك عشان ناخد. طب نخليها. بص هنا مين معنا؟ علي. علي بص يا علي. احنا فعلا يمكن كلمة أمان تبقى خديعة شوية لأن هو بيقول لي هنا إيه؟ ما بين كتب الورق أو صفحات الكتاب. يا ترى هي الوردة اللي أنت حاططها في بين الصفحات كلها ولا هما بس ما بين صفحتين اتنين والموضوع كده منتهي؟ فطبيعي هتبقى الأقرب في المعنى هتبقى between. خدت بالك يا علي؟ أيوة. يعني دلوقتي انت بتقول انا حطيت الزهره دي the flower قلت لي among the pages of the book. انا بحط طبعا اذا كنت احطها بين صفحات يبقى لازم صفحه يمين وصفحه شمال. كلمه among اكتر من اثنين. يبقى كلمه between. طب هل between تنفع اثنين بس؟ لا between بقى هي الكلمه الاكبر شويه. between تنفع بين اثنين او بين اكتر من اثنين. يعني لما اقول صفحتين او شخصين او كذا ايا كان الاثنين بقول between مفيش مشكله. واكتر من اثنين برضو بتوين. لكن امانج قاصره على الاكتر من اثنين بس ما تجيش مع اثنين. وصلت؟ تمام. عايزين بقى الجمله تشوز. سؤال تشوز. اتفضل. بيقول ذا قبل ذا قبل 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 نوت ماريد ليتر ذات يير. ما انا عايز بقى فين الفعل بقى؟ يعني ذا قبل نوت. ذا قبل نوت على طول. ذا قبل نقط عفوا كده. بعد كده married later that year. married later married that year. الاختيارات was ولا has ولا is ولا where. طيب عندك في الكتاب اصلا انا قبل مستر عصام ما يجاوبك عايز اقول لك حاجه. كلمات زي كلمه couple كلمه team كلمه family بتنفع مفرد بتنفع جمع. تمام.
ايوه الفكره بس في احنا مرتبطين قوي بالبريتش انجلش الانجليزي البريطاني الكتاب بتاعنا كده تمام تمام المؤلف اذا كان دون دالاس او او هانز الاثنين بناكد على ان الكتاب ده بناخد من المنبع النسخه البريطانيه اصلا فالانجليز عموما بيستخدموا الحاجات دي جامع اللي بيبوظها علينا دايما وبيبوظ اللغه بتاعتنا الامريكان فالامريكان يقولوا واز ما فيش مشكله والانجليزي يقولوا كلمه وير وانت عندك هنا واضح بعتبره ومكتوب في النص بتاعنا كان بيتكلم على اجاثا كريستي وعلى الراجل اللي هو قابلته واتجوزته بعد كده بيقول لي ده كابل وير ماريد تمام تمام يبقى الاجابه عندنا مستر عصام طب معلش مستر بعد اذنك هو لو واحد مثلا ايه يعني كان مهم الترانسليشن طول السنه وعايز يعني الم كلمات ترانسليشن بحيث ان اجيب اعلى درجه فيها بكره فاركز عليه طيب هو الفكره في الترجمه لازم تركز على كلمات المنهج نفسها الاول ايوه وتخلي بالك يعني انت لما بتحفظ كلمات كتير ما بتحفظهاش من بعد او بعيد عن سياق جمل يعني ما ينفعش امسك لستة كده من الكلمات واقعد احفظها هنساها على طول ده حفظ آني او حفظ لحظي انك تحفظ كلمات تحفظها من خلال استخدامها او تشغيلها اخد مثلا كلمة زي كلمة جرافيتي يبقى لازم احطها في جملة يعني احفظ قطعة على ترجمة كاملة لا انا ما احفظش انا ما بحفظش انا بفهم الكلمة عشان تعيش في دماغي بعمل لها ربط بحاجة تانية تمام تمام مش كل ده عشان بقى عشان صار الترجمة لا ده الحكاية دي انت بتعمل انريتشمنت بتعمل اثراء للغة بتاعتك عشان تقدر تجاوب اي سؤال عشان تجاوب سيتويشنز لان اكيد عشان اقدر اجاوب لازم اكون فاهم واعرف اترجم انا لو حتى في سيتويشنز ومش عارف اترجم مش عارف اجاوب يعني اكتر من 80% من اجابة السؤال فهمه وفهم السؤال يعتمد على ترجمته الصحيحة وصلت؟ لكن فكرة انك انت تحفظ كلمات خاصة بالترجمة لا انا مش بقول كده بس احفظ كلمات لانك تثري اللغة بتاعتك عموما والامتحان ما تخافش ثلاث جمل متصلة بتيجي من انجليزي العربي بتبقى اذا كان فيها كلمة دور على كلمة بديلة هتلاقيها موجودة حاول try to guess the meaning تخمن المعنى واذا كان جمل من عربي الانجليزي اذا كان شايف كلمة صعبة دور على كلمة اسهل ليها واحنا خدنا امثلة كتير جدا وقلناها كتير قوي ولما جه في 2011 وقال لهم لقد وضعت مصر اول لبنة في صالح الديمقراطية خدنا كلمة لبنة لا خدناها في المنهج لبنة قلنا بريك طوبة وخدنا كلمة صرح الناس ما خدناش لا خدنا صرح قلنا يعني بناء ستراكتشر او بيلدينج وهكذا يعني الفكرة اللي بترجم العربي لعربي اسهل ابسط في اللغة عشان اقدر اشوف البديل the equivalent to such a word اوكي ده اللي عايزين نقوله يعني شكرا you are welcome ونرجع تاني مستر عصام ولو جينا قلنا how were Saft and Fritz different from each other سؤال عندك كده في القصه وده بيخلينا نرجع زي ما كنت بتقول انت للطلبه مستر عصام لما كان بيقول لك ان هيحصل فيه لابس كده في الكوتيشنز يا ترى مين قال يا سارت سابت ولا فريدز فانت اكدت لهم وقلت لهم دققوا قوي على الفصل الثالث والرابع وحاولوا بقدر الامكان تطلعوا الكوتيشنز اللي فيها تشابه شويه انا بقى اختصرت الموضوع وقلت لك هاو وير سابت اند فريدز ديفرنت فروم ايتش اذر يمكن تقول لي بعض النقاط اللي اعتمد عليها في ان اعرف مين قال كذا ومين ما قالش كذا اتفضل First, it was based upon the age. Of course, Zapt was older than Fred, so he is supposed to be the most sensible person. He is very thoughtful. He takes everything by step. The Zapt. Like in Fred, according to his age, he is quite eager to do anything. He is impulsive. مش عايز اقول ان اندفاعي شويه but he likes the king. But sometimes, if he let everything to its course, he might make mistakes. لو فعلا اندفع وراء انفعاله. ممكن يعمل مشاكل بدليل انه كان دايما ينادي يقول ايه why don't you attack the castle طب ما احنا ممكن نروح نمدغدغ الدنيا له تمام مش يعني دلوقتي. اي حاجه فيها تسرع بالظبط كده هنلاقيها فريدز وانت قلت لي out of his age عشان خاطر ده سنه صغير كان كابتن لسه نقيب لكن الثاني كان old soldier كان colonel عقيد يعني حاجه كده في النص لازم يكون عندي فيه رائد ويكون عندي wisdom. مقدم كمان في النص يكون عندي ميجر وعندي ليتيننت كارنل تمام طيب ايه رايك بقى نطلع الصوت سريعا بقى كده قبل الفطار وناخد معانا مينا ازيك هلو ايوه الو هاو ار يو الحمد لله تمام ازيك يا مستر حسام طيب وانت طيب يا حبيبي تعيش عامل ايه عامل الانجليزي عامل معاك ايه الحمد لله تمام كويس انت زي الفل طبعا قول لي بقى تتسال ولا تسال اسال هو طبعا نعرف نسال اتفضل يا مينا معايا سؤالين شوز سؤالين تشوز معاك مستر عصام اتفضل كان يو جيف
can you give any evidence? An evidence. Evidence? To support evidence. To support. To support. Your. To support your a. Space. Space. Question mark. Yes. الاختيارات thought. 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 Saying. Saying. Rule. Thought وبعد كده think. Saying. Think. Saying. Saying. ماشي rule. Rule. R. و claim. لا ما فيش thing. هي saying ما فيش thing. Saying. S A Y I N G. ورقم بي ما فيش مكانها claim. طب معلش بقى تاني عشان احنا كده كتبنا كلمة مرتين. Thought. Saying خلاص كتبناها يبقى هنغير دي ونخليها ايه بقى؟ Thought موجودة. Saying موجودة. ما في claim. بي claim. Claim. ادعاء. ايوه ادعاء. وكلمة rule. موجودة رول. يبقى زي ما هم قدامك كده يبقى الجملة بتاعتك can you give an evidence to support your space وعلم استفهام. اي تمام. طب ما انت عارف ان كلمة كلمة يعني ادعاء. ايه؟ ما انت عارف كلمة كلمة يعني ادعاء. صح؟ كلمة يعني ادعاء ايوه. هي كلمة هنا يا بص يا مينا لما اقول هنا انت خدت مني الحاجة دي يبقى انت بتدعي عليا ده اسمه ادعاء بيقول له معاك دليل يسند او يبرهن هذا الادعاء يعني هي اصلا كلمه بروف او تراي تو جيت سم ايفيدنس تو يور كليم هنا احنا بنتكلم في قضيه او يعني في اي مشكله يعني البينه فطبعا الاجابه عندك هنا يور كليم وصلت حضرتك مش صوت معناها اعتقاد ماشي ثوت ممكن تبقى فكر ممكن تبقى صوت برضو لا ممكن تبقى فكر كلمه ثوت ممكن تستخدم اصلا كتصريف تاني للكلمه او تستخدم كفكره او فكر تمام فهي اصلا هنا لما اقول ادعي يبقى انا عايز دليل عايز برهان على الشيء فهنا اقرب كلمه كلمه كليم كان يو جيف ان ايفيدنس تو سبورت يور كليم ممكن تديني برهان او دليل تؤيد بيه ادعائك مش تؤيد بيه فكرتك وصلت تمام وصلت يس الجمله الثانيه ماوس تراب ماوس تراب يا ترى يا ترى يا ترى يا مينا ماوس تراب ولا ماوس تراب؟ لا ماوس تراب انا على فكره مش واضح قدامي يا ترى ماوس ث ث ولا ماوس الاولى ولا الثانيه؟ ماوس الاولى اللي هي ما فيهاش اس اللي هي اصلا زي ما كتب استاذ عصام كده انا عايز اوضح لك ان دي دايما فاند مستيك ماوس اللي الفم طبعا مش هي الصح الصح بتاعنا ماوس اللي هي الفأر تمام كده والجمع كلمه مايس ماوس تراب ماصرة الفئران يس is an an a او an a او an ماشي a او an space used to catch mouse used to catch mice used to catch ولا you used to catch لا used على طول to catch mouse عادي عادي كده used to catch ايه بقى ماوسز يا راجل ده انا اقولها مره ثلاثه عشان خاطر ابقى عشان مايس يا مينا ما انا قايل لك الجمع بتاعها الجمع بتاع كلمه ماوس تبقى كلمه مايس ركز كده الفئران عندك بقى كلمه تول تول ايوه وعندك انسترومنت تمام نكتب انسترومنت عندك جادجت ولا مفيش عندي ديفايس ديفايس وانسترومنت وتول الرابعه ايه بقى ماشين طيب اتفضل استاذ سعد بص يا مينا احنا عندنا هنا يمكن لابسه في موضوع انسترومنت وخلصناه بسرعه في الوحده ال 12 تحديدا ميوزيكال انسترومنت يبقى خرج لي بره اوكي بره الموضوع خالص تعال التول تول دي معناها اداه اداه ديت بتبقى في ايدين الناس الحرفيين يعني الهامر مثلا الصو النيل الحاجات اللي زي كده ماشين دي آلة هل بذمتك الماوس تراب اللي هي الفخ او المصيده اللي بتعملها شغاله بمكنه مصيده الفئران ولا
مش آلة مش آلة. It's a device. Device هنا بمعنى إيه؟ device بمعنى يعني أداة مثلا أو يعني جهاز. ابتكار يعني حاجة ابتكروها حاجة متصنعة عشان it's a device used to. المفروض هنا على فكرة device used to catch, المفروض هنا used to catch mice. يبقى الإجابة عندنا هنا يمينة زي ما بنقول هنا use. A mouse trap is a device. Device used to catch mice. تمام. Yes. Okay. تمام. كان عندي استفسار بس من الأستاذ. اتفضل. كنت عايز الفرق بين respected و respectful و respectable. تمام. وعايز برضو كلمة respect بمعانيها المختلفة. يس. يلا مستر عصام. بص الفعل بتاعنا هنا يا مينا respect لوحدها كverb وتمشي كنعون. لما نقول هنا يحترم. We respect our elders. احنا بنحترم ما هم يكبرونا سنا. وكلمة respect لو هاخدها كنعون. I can't help you with this respect. Respect هنا معناها هذا. خلاص كده متفقين. All students should show respect to their teachers. Yes. All students should show respect, يظهر الاحترام للأساتذة بتوعهم. خلصنا من كلمة respect يحترم و respect احترام. تعال بقى نتفرج على respected. Respected هنا معناها محترم أو ينال الاحترام. يحظى بالاحترام. من الناس. Yes. دي بتبقى صفة طبعا. He is a well respected professor. نفس الكلام أو نفس التريت. عندي كلمة respectful. Respectful هنا يحترم الآخرين. He is such a respectful person. معناه هذا الشخص يحترم الآخرين. يعني الاحترام بتاعه نابع منه لغيره. غير كلمة respected هو اللي الناس بتحترمه. آخر حاجة بقى respectable. إن شاء الله كده مينا لما ربنا يكرمنا كده إن شاء الله ونتخرج من كلية الطب وهندسة وصيدلة وكلام من ده. هقول هنا she enjoys أو he enjoys a respectable. Respectable هنا profession. يعني وظيفة أو مهنة الناس مجمع على احترامها. معنا كده يا أمينة؟ أيوة تمام. أوكي. A respectful is respected. A respectful is respected. وصلت؟ خليك فاكرها دايما كده. A respectful is respected. Respectful is respected. A respectful is respected. اللي فيها F و L جاية في الأول. يعني من يحترم يحترم. من يحترم يحترم. يبقى respectful is respected. يبقى أصبح respectful اسم فاعل محترم وrespected اسم مفعول محترم والفعل respect يحترم وrespect تنفع اسم احترام. أوكي؟ أوكي. طيب إنما كلمة respectable زي ما قلنا respectable family من أسرة محترمة أو respectable profession مهنة أو وظيفة محترمة. أوكي؟ شاكرين جدا اتصالك أمينة وسلام طبعا لكل اهل اسيوط ونرجع سريعا كمان لسؤالي مستر عصام بيقول او كنت بتكلم على سابتو فريز الاول هقرا كده سابتو بيقول سابتو واز سو وايز تطبيقا او تاكيدا لكلامك هي اولويز نيو وات تو دو ات ذا رايت تايم عارف هيعمل ايه وامتى هي واز سمارت انتليجنت كان ذكي اند فيري كيرفول وذاوت سابت رودلف Elfberg wouldn't have become king ever. طبعا بدون سابت مش بدون بس رازندر. لا بدون سابت كمان رودلف إلفبرغ الملك نفسه ما كانش أبدا to be crowned إن هو يتوج. إنما فريدز the younger person the young gentleman was not wise enough. وطبعا قلنا ده out of his age أو due to his young age بسبب سنه الصغيرة. He always wanted to do things quickly, regardless of, despite, in spite of consequences. بغض النظر عن النتائج أو التبعات. يبقى regardless of بغض النظر عن ولما أقول consequences النتائج أو التبعات اللي ممكن تحصل بعد كده. لكن لو جيت قلت although Rosendahl made many mistakes while pretending to be king. His game was not discovered. Explain. أكيد في سؤال زي ده هوضح الأخطاء اللي ارتكبها رازندل وكان في خطأين واضحين جدا وإزاي هو لم يكتشف واستمر في تأدية دوره. رازندل was clever enough to cover up. Cover up كان بيغطي على أخطائه. كان بيغلوش على أخطائه. To cover up his mistakes. As he became very good. ده لغاية لما بقى أصبح إيه؟ أصبح expert يا مستر عصام. خبير في pretending that he had forgotten the rules of the people he had met.
or the people he had met. Moreover, people wouldn't believe that Razendal was just a pretender. حتى الناس بتصدق ان هو ملك مزيف. يعني لو حتى قال لهم خلاص وصل الامر فيهم ان هي ميت هيمسيلف بوبولار، كان نفسه شخصيه محبوبه جدا، وفي نفس الوقت الشبه العجيب بينه وبين الملك هيخلي الناس حتى مش هتصدق ان ده ملك مزيف. Was just a pretended king as he looked exactly like the real king. Zapt was always by his side. كان دايما جنبه to tell him what he should or shouldn't do. What was Razendal's plan to rescue the king? ان ينقذ الملك. طبعا Razendal زي ما قلنا كان بيدور لمصلحة الملك ومصلحة الروتينيا مش لمصلحة نفسه، عشان كده كان عنده اكيد خطة ينقذ بها الملك. Zapt would take some men to the front door. Zapt هياخد بعض الرجال من العشرة اللي احنا اتفقنا عليهم ويروح لي، وانا بقول العشرة ليه؟ لان كان في واحد فيهم اصيب، تمام، اللي هو بيرنستاين. عشان كده هناخد يا البقية منهم بقى ونروح ناحية الفرانت دور بتاع المانشن، الباب الرئيسي للقصر. When Johan opened the door at exactly 2 o'clock. Johan كان مطلوب يفتح الباب الساعة 2 بالضبط، الفرانت دور بتاع القصر. They would quickly enter and tie up the servants. يدخلوا بسرعة ويكتفوا كل الخدم. طبعا امتى؟ If they didn't want to help the king. لو هم مش عايزين مش مساعدين يساعدوا الملك. طبعا معظم الخدم دول ما كانوش يعرفوا ان Razendal هو الملك المزيف. يس. طبعا ده اتصال دلوقتي بس عصام المنوفية. هلو. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي حضرتك مستر محمد؟ الله يسلمك يا حبيبي. انت قلت لي اسمك ايه تاني معلش؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن، عاش الاسماء يا عبدو. ازي حضرتك مستر عصام؟ ازيك يا عبد الرحمن، عامل ايه؟ الحمد لله كل سنه وانت طيبين. توفيق يا حبيبي، ربنا يوفقك. معلش والله بس انا مش يعني مش هاخد وقت كتير يعني، انا بس عندي طلبين. اتفضل. الاول هي الترانسليت بتاع امتحان الازهر السنه دي. الانجليزي انا عايزه يعني هو اول جزء فيه عملته بس ده مش عارف كده حاسس ان يعني انت حليت اصلا انت ازهر دلوقتي صح؟ نعم. انت ازهر؟ انا ازهر؟ لا هو مش ازهر، ده هو عايز يسترشد، عايز يسترشد بالترجمه. لا انا افتكرت بيقول عايز يطمن على الاجابه اللي جاوبها قبل كده. لا لا الازهر امتحنه بالفعل. يعني انت دلوقتي عايز تشوف ترجمه الامتحان الازهر صح؟ هي الترجمه بس الانجليزي. طيب عموما معلش قد ما تكونش حاضره معانا دلوقتي او هضطر اخد وقت عشان ادور عليها على اللاب. فانت مشكورا يعني ممكن تسيب لنا السؤال ده على الصفحه بتاعت او الصفحه الرسميه اللي هم مدرسه على الهواء ثانوي، تمام؟ واكيد هتلاقي طبعا كل زمايلك حاطين، اذا ما كانش احنا موفره حالا هتلاقي زمايلك كلها موجوده عندك يعني، تمام؟ دي نقطه، ده الطلب الاول. اتفضل الطلب الثاني. طيب الطلب الثاني ده في قاعده اف، تمام؟ في احنا اللي هي ايه، امتى بندخل هاف اسمه ايه شوت وهاف وهاد كده البدائل يعني البدائل. طيب سريعا مستر عصام هيقول لك يا عبد الرحمن امتى بستخدم الاذر تشويسز او الاختيارات الثانيه instead of if يعني مكان كلمة if، تمام. أوكي. طيب تابعني عبد الرحمن مستر عصام سريعا معلش سريعا كده عشان yes. نكسب وقت بسرعة. أنا عندي وير هنا معناها لو بالظبط كده، لقيت في الجملة وير إن جه وراها فعل طبيعي ليها حاجتين، هيجي وراها يا إما تو ومصدر يا إما صف على طول. يعني وير أي يو، لو أنا كنت مكانك، تمام، واضح قوي أهو. I'd do or I'd act differently، كنت اختلفت معاك أو كنت عملت أي حاجة تانية. لكن لو انا قلت هنا where she active، لو هي كانت نشيطه she would do a lot of exercise، كانت قامت بعمل كتير. مش وير هي بتيجي مكان في الحاله الثانيه، في الحاله الثانيه ايوه. لا لا انا قصدي اللي هي should وهاد. طب اوكي يعني انت مش عايز وير يعني؟ لا اوكي احنا بس بنزود المعلومه لزمان. تمام تمام، بس هي طيب. يعني نمسك بالنسبه للوير دي سهله قوي يعني. اوكي should هنا بديله اف برضو حاله اولى او ثانيه، بس هي القصه كلها ان بيجي دايما وراها انفينيتيف. يعني لو انا قلت هنا should she know the address، شي يا اما اقول ويل سند مي ا ليتر او شي وود سند مي ا ليتر، يعني هنا الاثنين زي بعض. تمام. هي القصه كلها طالما جاي وراها انفينيتيف، هو بقى في الامتحان هيروح شايل الانفينيتيف من الجمله منزلها تحت في التشويس. بس هيديني جمله يعني ارشاديه تعرفني انا هختار ايه. طبعا طبعا عشان اعرفك شكل الجمله. الجمله الارشاديه انا بتكلم في الموقع بتاع شود نفسه، لو انا قلت شود هي هيبقى كاتب تحت في التشويس اوبي اوبيز تو اوبي اوبيد، هتختار انت ايه ساعتها؟ اختار اوبي بس اللي هي الانفينيتيف بتاعها. تمام والله ينور عليك. تعال بقى نشوف هاد. هاد هنا بتلعب لعبتين، هاد تمشي كبديله برضه الاف حاله ثانيه او ثالثه. ازاي؟ لو انا قلت لك ايه هاد اي انف تايم، خدت بالك ان مفيش فعل بعد اي. هاد اي انف تايم لو كان اللي اداه وقت كافي،
I'd do a lot of work or I'd do a lot of exercise. لو كان عندي وقت. لكن لو أنا قلت had I خد بالك بقى أنا هقول إيه had enough time. يعني تاني had enough time. كده الحالة التالتة. ماضي تام. تمام. كده الحالة التالتة. هيبقى I would have done a lot of exercise. تمام. أوكي محمود. في ماشي عبد الرحمن. شكرا. أوكي عبد الرحمن you are welcome. وهنكمل سريعا مثل عصام جبت السؤال ده كنا وصلنا ان رازم دل كان طبعا عامل خطه كان ساب هياخد ذا يانج مان او تو ذا فرونت دور اوف ذا مانشن وطبعا ات ذا سيم تايم مدام دو موبا وود كراي اوت فور هيلب تطلب نجده فروم هير روم ذا ديوك وود شورلي كم تو سي وات واز هابينج اند ذي كود كيل هيم Then there would be only be two men left guarding the king. So they would need to move quickly, ينتقلوا من المانشن للقصر, سوري للقلعة, before they hurt the king, طبعا عشان يخلصوا الملك قبل ما يتم طبعا قتله على يد اللي هم الاثنين دايما اللي هم the two guards اللي هم دايما موجودين في القلعة بيحموا الملك. مستر أسام أكيد احنا يعني سنة طويلة قوي قلت كتير قوي في حلقات شرح المنهج بالتفصيل في كل حاجة غطتها بفضل الله خلينا أسألك are you satisfied مستر أسام على ما قدمته هو أنا لو أنت I am satisfied معناها إن أنا يعني أنا قدرت نفسي زيادة عن اللزوم أو قدرت الشغل زيادة عن اللزوم I am not satisfied with the timing or with the effort itself I think that we could have done much more better يعني we can say that we are happy with what we have done and we have introduced to our great students ان شاء الله طيب عايز يعني قدامك يعني جزء من دقيقه كده تقول لي يعملوا ايه اولا لازم الطالب او الطالبه اللي داخل اللجنه يبقى داخل اعصابه هاديه جدا لان انت اوريدي خلاص ذاكرت وانت ذاكرتي بالفعل فلازم ابقى واخد الامور بالراحه وانسى خالص اللي قبل كده واخش في جو جديد واعمل حسابي ان never to start answering at all ما تبتديش اجابه على طول لان المخ محتاج عايز نوع من التسخين او وارمينج اب امسك بس ورقه الاسئله كده اقراها الاول بالراحه كده اول سؤالين ثلاثه خد معاك دقيقتين ثلاثه اوكي يبقى طبيعي لازم اعود نفسي على القعده ابقى هادي جدا في اللجنه استلم ورقه الاجابه في هدوء ابتدي اقرا الاسئله واحده واحده وابتدي بقى اقرر ده الاول لا ده بعدين ده وهكذا اهم حاجه في الامتحان مثلا محمد تايم مانجينج يعني ازاي اقدر اشوف تقدير الوقت والسؤال ده ما ياخدش اكتر من وقت وهكذا فان شاء الله يعني ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل المفروض انتوا ذاكرتوا كما اقول لكن ان لا نضيع اجر من احسن عمل تمام فطبعا انتوا على قد ما اجتهدتوا على قد ما ربنا ان شاء الله يبقى عندنا فيدباك ومردود عائد عالي جدا لكم ان شاء الله طبعا اكيد احبائي يعني لا يسعنا ان نشكر طبعا مستر عصام على المجهود الرائع مش بس في حلقه مراجعه وزميلنا طبعا مستر محمد في كل ما قدموه طبعا لكم طوال السنه الشكر الخاص طبعا لكل القائمين على القناه احنا بنعمل كل الكلام بالعربي عشان الناس برضه مستوعبه كويس اداره القناه كل المخرجين كل الناس اللي ورا الكاميرا بجد مش بس يا جماعه يعني اللي بتشوفوهم بس احنا بنقدم كحلقه لا اكيد في جيش كامل من الناس بتبذل اقصى عشان خاطر تطلع الحاجه دي كلها بالشكل الملائم اللي بيناسبكم هنكون طبعا في انتظاركم ان شاء الله يعني على الصفحه بتاعتنا في مدرسه على الهواء ثانوي مش بس المراجعات دي هتتم ان شاء الله كمان او العرض الحلقات دي هتتم من الساعه 12 بالليل كمان لغايه لما تدخلوا اللجنه فاحنا كمدرسين لغه انجليزيه متواجدين معاكم لغايه قبل 9 حاجه بسيطه يعني قبل الامتحان بتاعنا طالما انت لسه خارج اللجنه فاحنا معاك هنجاوب على كل اسئلتك زي ما قال مستر عصام قال تأني والهدوء التام هيديك نتيجه افضل بكتير جدا جدا طبعا خالص الشكر لكل الطلبه اللي تابعت وهنفكركم دايما ان اوائل الجمهوريه بفضل الله بيبقوا دايما هم ابناء مصر التعليميه وخالص التمنيات والتوفيق بالنجاح مش النجاح العادي لا النجاح الباهر باذن الله والمجاميع المرتفعه وهنكون معاكم ان شاء الله بقى في الاستديو هنا ان شاء الله لما نشوف الناس نحتفل باوائل الجمهوريه باذن الله خالص الدعاء ومش هقول بقى انا عايز اشوفكم كلكم طبعا في ثانويه عامه اشوف كلكم في الجامعه انا ومستر عصام وزمايلنا ان شاء الله هنكون في انتظار أفواج جديدة طلاب ثانوية عامة جديدة السنة الجاية بإذن الله ولكن هيبقوا نيو كامرز انتوا كلكم عايزكم تشوفوا في الكلية ونعرف عنكم دايما كل خير وتبقوا ناجحين في الكلية لكن محدش يستنى معنا في ثانوية عامة بعد كده إلى اللقاء وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته
Thank you.